أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول أهل زوجي أيضا لا يحافظون على الصلاة، وإذا نصحتهم قدر استطاعتي يقولون عندنا نصلي، وأنا أراهم لا يصلي منهم أحد، وأحيانا لا يبالون بنصحي، فما حكم الذهاب إليهم وزيارتهم ولكن من طعامهم وهم دائما على منكر من لبس أو سماع أغاني أو تصرفات خاطئة، وأحيانا لا أرى نصيحتي تعود عليهم بشيء لأنهم لا يبالون بكلامي، فبما تنصحونني؟ هل أذهب إليهم أم أتركهم؟ إذا كان في الذهاب إليهم مصلحة لدعوتهم إلى الله ورجاء توبتهم والتأثير عليهم فإنك تزورينهم، وأما إذا كانوا لا يستفيدون ولا يتوبون ولا يتركون ما هم عليه فإنك لا تجوز لك زيارتهم والجلوس معهم ما داموا لا يقبلون النصيحة ولا يتركون المعاصي، ولئلا يتعدى ضررهم إليك وإلى أولادك فاتركيهم ولا تذهبي إليهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.